الآن مع آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة فاطمة. مرة أخرى إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 37 الصغرى 25 الإسكندرية 32 24 مطروح 31 24 بورسعيد 35 25 الإسماعيلية 39 26 وجوها حار. بالنسبة للسويس 39 26 العريش 34 24 طابة 38 26 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 41 28 وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 43 29 أسوان 44 29 الوادي الجديد 44 28 شلاتين 39 27 حلايب 38 28 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.